بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تجميع الأفدنة والقراريط والأسهم بطريقة بسيطة ومباشرة في الإكسل. طبعا عندنا سؤال وصل لنا في التعليقات تحت أحد الفيديوهات في قناتنا على اليوتيوب، اللي طبعا بندعوكم للاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات وأيضا يعني دعم القناة، وتفاصيل الدعم في وصف الفيديو دعما ماديا على فودافون كاش. السؤال يعني مركب شوية، في سؤال يعني له جزئيتين. الجزئية الأولى هي مجموع الأفدنة والقراريط والأسهم، عندنا مجموعة أسهم ولتكن مثلا 12، المساحة الأولى 5 أفدنة و 12 إيراد و 12 سهم، المساحة الثانية 5 و 12 و 12، والمساحة الثالثة 5 و 12 و 12 برضو. يعني هنا مبسطين العملية خالص، ماشي. ده الجزء الأول من السؤال، وعاوزين نحول الأسهم والقراريط والأفدنة نجمع المساحات، ولكن لما نجمع هتقابلنا مشكلة ان 12 و 12 و 12 36، ما ينفعش اكتب 36 سهم، لان 36 سهم اصلا ال 24 سهم بيتحولوا لقيراط، فالمفروض ينتقلوا الى الجزئية التانية دي ويفضل هنا 12 بس، ونجمع ونرحل، وده اللي هنعمله في الفيديو الحالي. الجزئية التانية من السؤال كانت عن طرح الأفدنة والقراريط والأسهم، وده ان شاء الله هنفرد لها فيديو خاص في المستقبل ان شاء الله. تعالى نبدأ على بركة الله. احنا عندنا هنا مجموع المساحات دي، انا هجمع مش التلاتة دول بس، لا، احتمال ان يكون عندي هنا رابع وخامس وسادس وكده، فانا هعتبر ان ده النطاق اللي انا هشتغل عليه. فانا هجمع المجموعة دي هنا، يبقى هضغط على الاوتوسام، دي الاداة بتاعة التجميع التلقائي اللي في الشريط الرئيسي في الاخر كده، ماشي. فهو بيكتب لي المعادلة وبيتخيل ان انا عاوز يعني يتوقع كده او بيتنبأ ان انا عاوز اعمل دي، فهقول له طبعا هو النطاق ده مظبوط، وممكن تسحب من هنا كده، ماشي، فيبدأ يجمع النطاق ده ايضا للنطاق الاعلى منه كده، وممكن طبعا تضغط هنا تاني وكمان مرة تعمل اوتو صام. في الحالة دي هو هيتوقع ان فيه، لان الارقام المباشرة الملاصقة للقيمة هي النطاق ده، لان النطاق الاعلى فيه خانة فاضية هنا فارغة، فانا هاخد النطاق ده كده وامسكه واحركه الى المكان ده، ومن اللون الازرق ده ابدأ ان انا احدد النطاق بتاعي بالشكل ده، او ممكن تروح تضغط كده وتحدد، او ممكن طبعا هنا بعد ما تضغط على الدالة كده وتحدد، تضغط وتحدد النطاق اللي انت عاوزه، ماشي. هو حاليا محدد النطاق من D4 لD7 اللي هو النطاق ده اللي احنا عاوزينه ده، ايوة كده تمام. وبعدين نضغط انتر او تكتب دالة صم، يعني زي ما تحب. هنا 36 سهم، طبعا الكلام ده مش منطقي، لان المفروض كل 24 سهم هيتحولوا لإيراد، و36 إيراد ومعانا إيراد من هنا كمان، يبقوا 37 هنا. المفروض انهم برضو ما يكتبوش 37، يتكتبوا ان في فدان اتكون، لان 24 بيكونوا فدان، ويفضل 13 هنا، والفدان ده يترحل على 15 دول، يبقوا 16. طيب هنعمل ايه؟ انا هنا هستخدم دالة اسمها فلور، هكتب يساوي FL واختار فلور، اللي هو بيقول تقريب رقم الى الادنى الى رقم اقرب من مضاعفات. تعالى نستخدم كده الدالة دي واضغط على تاب واقول له اعمل لي فلور لل 36 ده، اللي هو تجميع دول كلهم، والمضاعف اللي انا عاوز استخدمه طبعا هضغط على السيمي كولان دي، وهكتب 24، يعني هات لي بس ال 24ات اللي عندك وانتر. قال لي دولت ال 36 دي مضاعفات بالنسبه لل 24، يدينا 24 واحده والباقي ما يكملش 24 ثانيه. حلو خالص، يبقى احنا وصلنا هنا ان احنا استخرجنا الارقام اللي هي مجمده اللي ينفع نكون بيها الايه القراريط في الحاله دي. هنا هنطرح الاثنين من بعض، هقول يساوي ال 36 طرح ال 24 يفضل كام؟ يفضل 12، تمام كده؟ ايوه حلو خالص. طيب هنا انا عاوز ال 24 دول يروحوا لل 36 دول، هما كمان يتزودوا عليهم ويبقوا 37، يبقى هنا ممكن اقول يساوي ال 24، طبعا ال 36 هجمع عليها ال 24 سهم دول هيبقوا ايراد واحد. طب انا هعرف منين ان هما ايراد واحد؟ تعالى نكتبها كده، هكتب سم اس يو ام لي اس يو ام، طبعا مش ان، للخليه دي، وزود عليها ال 24 على 24،
ماشي 24 يعني الرقم اللي يطلع هنا اقسمه على 24 وزوده على ده، بس ما ينفعش نكتب الصيغه بالشكل ده. انا المفروض ان انا اامن نفسي واحط دول بين اقواس كده، وبعدين في اخر الخليه اخر المعادله بتاعتي احط اقفل القوس للقوس اللي هو بالاسمر ده او بالاسود ده. تمام، هنضغط كده فهيجمع لي ال 24 دولت طلعوا ايرات واحد، و 36 يبقوا 37. ال 37 دول انا عايز الفلور بتاعهم بالنسبه لل 24. ماشي، بنفس الفكره اللي عملناها هنا هقول له يساوي، تعال نضيف هنا صف كده، ادراج صف واحد كده. تمام، تعال نعمل الادراج، لا نعمل تراجع الادراج نخليه في بعد المجموع هنا، او يعني قبل المجموع. طبعا الادراج بيكون بيفور بيفور ده كده. تمام، حلو خالص. تعال ناخد بس ال 37 دي. خلاص نعمل ايه؟ هعمل فلور، هكتب يساوي اف ال واختار فلور لل 37 دي. يعني التقسيم بتاعها او المعامل اللي احنا هنقسم عليه اللي هو 24، ونقفل القوس. قال لي ده هيطلع 24 واحدة والباقي هيبقى مش هيكمل ال 24 اللي بعده. فهقول له طيب اطرح لي بقى ال 37 طرح 24 هنا، ويفضل لي دولت هما الاسهم. هقول له يساوي اطرح 37 طرح 24. لا مش 24 طبعا، ما ينفعش نكتبها كده، لان هطرح العدد اللي يطلع هنا ممكن يتغير بعد كده، يبقى لازم استخدم مرجع الخلية. ماشي، قال لي دول 13 سهم. طيب ال 24 دول هيصبحوا كام فدان؟ ال 24 دول هيبقوا كام فدان؟ هيبقوا فدان واحد. يبقى ممكن اقول له يساوي العدد اللي طلع هنا اقسمه على 24 عشان اعرف فاضل عندي كام فدان. طلع عندي فدان واحد من المساحات المتفرعه الصغيره دي كلها، طلع عندي فدان هنا والعدد ده طبعا 15 فدان، وفدان يساوي 16 فدان. يبقى هكتب هنا يساوي اعمل دالة صم، وممكن طبعا دالة صم او ممكن تستخدم على طول مباشره مرجع الخليه، لان هي مرجع الخليه، لان هنا الموضوع بسيط خالص، وزائد ومرجع الخلية دي وانتر، اقول لي 16. بعد كده انا المفروض اخفي التلات صفوف اللي عندي دول اللي فيهم الشغل ده. ماشي، وممكن طبعا لو انت متقدم نسبيا في الاكسل فممكن حضرتك يعني تدمج المعادلات اللي هنا مع بعضها وتطلع ده مباشرة، ولكن اختصارا يعني للوقت فهنعمل كليك يمين واقول له اخفاء او هايد من هنا كده، فهيتم اخفاء المعادلات اللي هنا والصفوف وكل شيء، ونرجع تاني نبدا نضيف ارقام من جديد. تعال نحذف كل الارقام دي ونقول ان مثلا عندنا احداشرات، مثلا 11 وكنترول انتر. ماشي، يعني 11 11 11. طيب الثلاث 11رات دول طلعوا كام؟ طلعوا 33. 33 لما تشيل منهم 24 عشان هتحولهم لإيرات، ماشي، هيفضل عندك 9. طيب التسعة الإيرات اللي احنا حولناه هنا برضو دولت كانوا 33. 33 وواحد يبقى 34. 34 طيب ممكن نعمل طريقة أبسط من كده، هنحسب ده كله وهقول هنا كله كله كده واحد. خد بالك معايا، واحد كنترول انتر، واحد كنترول انتر. ماشي، هنا تلات اسهم وتلات قراريط وتلات افدنة. طب لو الايراد ده خليه 24، لاحظ ان هنا المفروض 24 وواحد يبقى 25، وواحد يبقى 26. ها 26 يعني 24 منهم هيتحولوا الفدان، والاثنين الفاضلين هيفضلوا هنا. طيب بالنسبه للاسهم دي خلينا نقول ان ده مثلا 20. هنا بقوا كل المجموع ده 22 سهم. لو الواحد ده بقى 2 يبقى 23 سهم، لو الواحد ده بقى 2 يبقى 24 سهم، وال 24 سهم معناهم ايراد، هيتحولوا هنا لايه؟ لايراد. تعالى نرجع للواحد ده تاني، لاحظ ان هنا دول 2 قيراط، دول ايه؟ عفوا، ها 2 قيراط. طيب اول ما حولت الواحد ده لاتنين، ماشي، وبقى هنا 24، القراريط اتحولوا الى 3، لان 24 ها يعني قيراط، وفي قيراط جه من هنا يبقى 2. ماشي، و 3 قراريط 24.
ايراد جه من هنا، ال 24 دول هيتحولوا لفدان اصلا. يعني هي الموضوع كده ببساطه، لان احنا حولنا ال 24 دول راحوا للفدان هنا، ففاضل اتنين من هنا وواحد من هنا، يبقى ثلاثة بالظبط كده، اتنين من القراريط دي وواحد جه من الاسهم، لان دول اصبحوا 24، وعشان هم 24 كتب لي هنا صفر. ليه؟ لان ال 24 اترحلوا للخانة المستوى الاعلى اللي هو القيراط، والقيراط لما وصل لل 24 تحول للمستوى الاعلى اللي هو فدان، وده فدان 2 3، ومع ذلك كتب 4 لان فيه واحد هنا جه من المستوى الادنى اللي هو القيراط. ماشي، ودي الفكره ببساطه من خلال استخدام الدوال البسيطه المباشره. ان شاء الله يا رب تكون الفكره يعني تم عرضها ببساطه، وتكون يعني اكون قدمت العون والنفع والمساعده للمشاهدين الاعزاء الكرام. منتظرين دايما استفساراتكم، ومنتظرين كمان اقتراحاتكم ودعمكم للقناه بكل ما تستطيعون. شكرا لمشاهدتكم الطيبه، انتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.